مشيت انا للبرشيد تلقيت داري مفروعه بحويجه بكلشي ديال ما بغيت ندخل ما لقيت فين غندخل. ما علموناش ما جيو حيدوا حوايجكم ما رحنا غنبدلوا القفل ما والو دخلوا جابوا حوايجهم حطوهم قال لك علقوا الديكورات وجلسوا بحال حتى حاجه ما كاين. داك ملي قلت لك كانت كورونا فرقعوا هذا الشيء قلت لي عيالاتكم راه غيبقاو تيصيفطوكم للحبس ويدير لكم شي مصيبه راه العيالات اللي منوضينهم عيالاتهم. والتشعويد كثير كنحل الباب كنلقى داك الشيء بحال اتاي مخوي كنلقى داك سميتو حب رشاد مخوي التشعويد كثير. في الحمام تخول ليا كيلو بنتي كنعاون فيها كما زدت ليا تهز ليا كيلو بنتي التشعويد كثير هنا. الطمع ديال الورث هو اللي مخلي هادشي كامل. انا كنت في برشيد جالسه تعيطوا ليا قالوا لي راه الدار ديالك فرعوها وراه دخلوا سكنوا فيها مخلي حوايجي هنايا. بعد جيت دابا بغيت نحل لقيت الباب لتحت مبدل ليه الساروت لقيت الفوق بدل ليه الساروت طلعوا فرشوا الفوق وسكنوا الفوق وحوايجي انا كي داروا ليهم العالم الله. وبزاف الحقره كاينه والكراجات هما كانوا هنايا مشروكين هما هرسوهم وداروا بيبان. هادي راهنينا ما كيعطوني والو هذا عامين وهو مكري ما تيعطيونيش البلاد مكريه حتى هي وكيزرعوا كلشي ما تيعطيونيش. السبب هو الطمع كيقول لك ما عندناش الفلوس ما عندناش باش نردوا عليك. دابا مشيت انا للبرشيد تلقيت داري مفروعه بحويجه بكلشي ديال ما بغيت ندخل ما لقيت فين غندخل والو. الطمع ديال الورث هو اللي مخلي هادشي كامل. لقيت البيبان بدل لي مقفل بجوج ديال بارتنتي وديال الدار لتحت مبدلين حوايجي انا كي داروا لي معرت وقال لك فرشوا وقادوا صافي البركو. استعمره نقول لك واحد 3 سنين بعد جيت دخلت سكنت عطاني نسكن هذا الكبير اللي كي زعما كيعطي عطاني انا وخو سكننا مشاكل كثيره. مشيت انا للبرشيد خليت حوايجي هنايا زيد ديتها شي حاجه قليله. بعد جيت انا تاخو ما لقاش حوايجو تا هو مخلي حوايجو ما لقاهمش كيقول لك خرجوا بحال هكا خرجوا. مرتو انا مرت هذا الكبير تبعتني حتى للزنقه قالت لي خرجي خرجي حتى تكون عندنا الفلوس ونعيطوا لك نعطيوك. بعد كنهضر مع الكبير كيقول لك انا تانا وارث هو راه هو اللي يدير هاد المشاكل. شاد هادي شاد لتحت ساكن فيها هادي راه هنا الاخرى راه ساكنه فيها مو ولديالي انا وخوه راه فرقعوها ودخلوا ليها حتى هي. كنطالب بحقي علاش يتبدل ليا الساروت يتبدلوا عليا السوارت علاش يفرعوا ليا دار ويدخلوا علاش يدخلوا ما خصهمش يدخلوا انا ما كايناش ما يتفرعوش ليا الدار ويدخلوا. حقه وخرج راه وراه ليها خوهم تا هو راه هو الفوق تا هو كيقلب على حوايجو البيبان مبدلين السوارت كلشي. الفوضى 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 ما علموناش ما جيو حيدوا حوايجكم ما راحنا غنبدلوا قفل ما والو دخلوا جابوا حوايجهم حطوهم قال لك علقوا الديكورات وجلسوا بحال حتى حاجه ما كاين. حوايجك حاليا فيهم وانا راه ما لقيت باش نحل ندخل ما لقيت باش نحل ما عرفتش واش حوايجي كاينين ولا ما كاينين شي وريقات ديالي خاصين بيا ما عرفتش واش كاينين ولا ما كاينين. القفل ديال الدار تا هو تبدل كلشي تبدل لتحت والفوق كلشي تبدل. القفل ديال الدار تا هو ها انت هاد راه كانوا كوارج بجوج هما هرسوهم واش كراوهم اش دايروا فيهم. من اللي عيطت للمقدم ديك النهار بركو كيبني وعيطت للمقدم كانت كورونا ما منوع تخرجي عيطت للمقدم جا عندهم المقدم هو كيسكن هنا اللور راه رقيوق قال لهم سربي سربي وبنيو سربي وبنيو ودمسوا القضيه ومع كورونا ما عندك فين تخرجي سكت. ها انت شوف الكوارجا هما كيولوا ها هو هادي تا هي راه مكريه وما كنشدش فلوسها. يعني انت تسالي في هادشي كامل؟ كامل كنتسال فيه من حتى لهنا والبلاد البلاد ما كانش كيكريها وكيزرعها هوايا وكياخذ الغله ديالها وانا ما تيعطينيش. والمرحوم خلى الطاكسي عاوتاني دغيا جا يلا مات با جاب قال لك بيعوا لي الطاكسي عطيناه لي باش بغا هو داس لانينا شي شويه قال لك بابا كيتسالوا عطيوني ما نخلص على بابا عطيناه ما يخلص على بابا خذا لخوته وخوته كيدعيو عليه كنقولها لي خوتك كيدعيو عليك كيقول لك بابا ما كيتسالوا والو وانت كتقول بابا كيتسالوا خوتك كيدعيو عليك واجههم. قال لك حنا ما نسمحوش لك دوك الفلوس اللي خديتي لينا قلتي بابا كيتسالوا وبابا ما كيتسالوا والو لانهم عيطوا الراجل اللي قلتي ليهم انت راه الراجل اللي قلتي ليهم راه كيتسال بابا عيطوا ليه قال لهم ما كنتسالوا حتى حاجه هو يتسالني الرحم عليه. فداك ملي قلت لك كانت كورونا فرقعوا هذا الشيء قلت لي عيالاتكم راه غيبقاو تيصيفطوكم للحبس ويدير لكم شي مصيبه راه العيالات اللي منوضينهم عيالاتهم
وها والتشعويد كثير. كنحل الباب كنلقى داكشي بحال اتاي مخوي، كنلقى داك سميتو حب رشاد مخوي. التشعويد كثير 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 التشعويد في العيالات، شي في الرجاله في العيالات. في الحمام تخول ليا كيلوط بنتي، كنعاون فيها كما زدت ليا تهز ليا كيلوط بنتي. التشعويد كثير هنا في هاد الدار، التشعويد كثير. ها بغا يدوا لي حقي هكاك، كنبرك معاه كنقول له رد عليا، قال لي توريا دخلي سكني وراني غادي نبيع ونعطيك حقك. ملي دخلت طلبي على والو، ولا التشعويد كثير. وكنا بيقول لي انا غنسكن معاك ولدي، ولدو كيطلع يتهدد عليا، انا غنسكن معاك ولدي. راه مشيت للبوليس قلتها لهم، قلت لهم ولدو راه كيطلع يتهدد عليا، دخلوا شي ناس صافي الدري دخل سوق راسه. بعد جا هو قلت لي ولدك دار ودار ودار، قال لي هذه دار الوراثه اللي بغى يسكن يسكن. اخر كلمه بغيت نعرف انا علاش هاد الناس يهرسوا لي داري، انا وخو حاطين حوايجنا تما وهرسوا ده، وطلع فرش وقاد وصاوبوا علقوا الديكورات وبدلوا القفوله. علاش يعيط لينا؟ يعيط للمخزن يدير حل بالمخزن، ما يديرش رعيدو. اذا كاينه السيبه في البلاد، بعد ولات هكا هرس ودخل سكن، راه ولات السيبه في البلاد. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.